الحمد لله، بقى لي فترة عمال اقرا تعليقاتكم والناس الجميلة اللي عمالة تقول ان انا الحمد لله فيديوهاتي ممكن يكون قيمتها تتجاوز قيمة كورسات مدفوعة بمئات الدولارات. والحقيقة انا بفرح جدا لما بقرا الكومنتات دي، وبشوف ساعات ناس بتقول لي طب اسلام، يعني طب انت كده لو عملت بقى كورس هتقدم فيه ايه مختلف عن الفيديوهات؟ يا ترى انت في حاجة معينة زيادة هتقولها في الكورس؟ طب لو مفيش حاجة زيادة يبقى ايه لازمة الكورس؟ والحقيقة ان لما تيجوا تفكروا في الموضوع ده هتلاقوا ان دي حاجة من الحاجات اللي بتخلق نوع من عدم الثقة ما بين اي محاضر وما بين الناس اللي بتتعلم منه لما بيكون بيخبي حاجة. انا عن نفسي ما بحبش اخبي حاجة، هتلاقوا عشان كده اغلب الفيديوهات اللي عندي على اليوتيوب هي فعلا محطوط فيها مجهود وهتلاقوا متقال فيها كل حاجة. لكن الفكرة اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها ان الكورس، اي كورس لو عايز الكورس ينجح، حتى انا عايزك تفكر في الموضوع ده دلوقتي كمسوق. لو جالك حد وقال لك سوق لي الكورس بتاعي، لو انت هتسوق لكورس عبارة عن معلومات فقط، الكورس ده هيفشل فشل ذريع. يعني لو انت بتبيع في الكورس بتاعك مجرد معلومات، انسى كده الكورس ده خلاص. ليه؟ لان المعلومات موجودة في كل حتة. انت لو هتبتدي تسوق لكورس بناء على المعلومات فانت هتخسر في منافستك مع جوجل واليوتيوب، مش هتعرف تكسب. لكن الناس لما بتيجي تشوف الكورسات هي بتدور على التحول، الناس مش بتدور على الانفورميشن، الناس بتدور على الترانسفورميشن، التحول مش المعلومات. لان لما تيجوا تبصوا للموضوع، ما انت هتلاقي النت كله مليان فيديوهات مثلا عن الدايت وعن الرياضة وعن التمارين، ومع ذلك هتلاقي الناس كلها عارفة الكلام ده كله وعايزة تخس، ومع ذلك الناس ما بتخسش لانهم عايزين يخسوا وعندهم المعلومات بس ما بيخسوش. ليه؟ لان مفيش حد ماسك لهم العصايه، مفيش حد بيقول لهم اعملوا. وهنا بقى دي بتكون اكبر ميزه في الكورسات. لو انت فعلا بقى عايز تعمل كورس، عايز تسوق لحد كورس، انا لو هعمل كورس هيكون التركيز كله على الترانسفورميشن، ازاي اخد المعلومات واخليك تطبقها، ازاي اخليك تاخد المعلومات وتجيب بيها نتائج. ده الهدف الحقيقي. لو انا هعمل بقى كورس او لو انا هعمل اي حاجة بعد كده فيها فعلا ترانسفورميشن، ده هيكون كل التركيز عليها مش مجرد معلومات وخلاص. فما تخجلش دايما او ما تخبيش اي معلومات عن الناس بتوعك او عن الناس اللي انت بتقدم لهم او بتحاول تفيدهم، لان كده كده برضو مش كل الناس هتقدر تدفع لك ثمن الكورس. فانت ممكن لما بتيجي تفكر في اي كورس او لو عايز تعمل تسويق لاي كورس، انت اعمل الاول قيمة في الاول، حاجة بدائية، حاجة فري، حاجة للناس كلها، حاجة للناس اللي مش قادرة تدفع، حاجة للناس اللي هي تعمل كونكشن وتعمل تواصل ما بينك وما بينهم. وبعد كده ممكن تقدم حاجات تانية مدفوعة بفلوس اكتر من كده للناس اللي عايزة تعلى سلمة اكتر، الناس اللي عايزة توصل لأهدافها اسرع، الناس اللي معاها فلوس تستثمر ساعتها في الكورس بتاعك. وده اللي هيفرقك بنسبة كبيرة جدا عن أي منافس، وهيخليك تعرف تبيع أي كورس حتى لو أنت مش محتاج ساعتها أي مهارات، لأن أنت أوريدي مهاراتك بتتكلم عنك، والكلام اللي أنت بتقوله والكونكشن والتواصل اللي أنت عامله مع الناس بتاعتك هو اللي هيخليك تبيع الكورس ده أكتر من أي حاجة تانية. صباحكم فل.